دي فطائر بطاطس، بطاطس مسلوقة. هي غالية برضو اليومين دول بس هترخص، فإن شاء الله ممكن تعملوا وصفة دي بترخص. بطاطس مسلوقة عندنا هنا، دول 3 كوبايات دي يا أولاد، كوبايتين. أنا قلت برضو مش 3 دول، ماشي. كوبايتين دقيق، بيضتين، معلقة خميرة، نص كوباية من اللبن، سمنة، يعني ناخد عليها حوالي معلقتين سمنة كبار، يعني ربع كوباية شغال. وجبنة رومي، ده اختياري أو لأ، أو جبنة موتزاريلا أو جبنة بيضة، أي حاجة حدق بيها البطاطس دي، تمام. وشوية كمون بقى عليها، عايز تحطي توم، مش عايزة بس أنا حطيتش توم عشان ما يبقاش الريحة زعقة في المدرسة أو في الشغل. دي أنا عاملاها للخروجات، يعني عاملاها الوصفة دي لو تحبي تروحي بيها المدرسة أو تحبي تروحي بيها الشغل أو تفطري بيها عامة، يعني ما حطيتش توم عشان ما يبقاش فيه روايح، محدش يتضايق منها. اللي عايز يحط لو هيقعد في البيت يحط، مفيش مشكلة، حد عاملها للبيت يعني. فهناخد هنا كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين الدقيق، معلقة الخميرة، معلقة كبيرة كبيرة بس مش مليانة، ماشي، ورشة الملح، و نقلبهم بس مع بعض الأول دول، نص كوباية اللبن، ربع كوباية السمنة، حوالي نص كيلو بطاطس مسلوق، جبنة رومي مبشورة أو موتزاريلا أو بيضة، أي نوع جبنة أحدق بيه الإيه البطاطس، وشوية كمون، الكمون حلو قوي، وشوية ملح وفلفل، ما زودتش الملح لأن أنا عندي جبنة رومي، وأعجن ده كله كده كويس.